ولك فيها فوائد أخرى. صحيح. لا ما في درجات. درجات صح. في واحدة درجة 85. نختبر الأمر خلال الـ 48 ساعة القادمة مدى إلزامية هذا القرار والتزام هذا الاحتلال به أم لا، ومن المتوقع بصراحة أنه هذا الاحتلال لن يلتزم. أشرنا للجميع أن هناك الحل لا يوجد سوى أحد حلين، إما أن يستمر القتل والقصف وغيرها وهذا الظلم غير العادي، وهذا سيؤدي أن ما حصل في 10 أكتوبر في 7 أكتوبر أن يتكرر بعد عام عامين خمسة، والحل الأفضل هو الذهاب باتجاه أمل للفلسطينيين، باتجاه أفق سياسي. الأفق السياسي هو في حل الدولتين.